السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة حسام السعد. اليوم هي حلقة الختام، الحلقة 55 هي حلقة الختام من سلسلة تعلم نظام لينكس. نتمنى هذه السلسلة كانت مفيدة ومصدر نشر العلم لكم، وكنا مصدر نشر العلم، وقد أدينا واجبنا تجاهكم وتجاه السلسلة وتجاه الاسم تعلم اللينكس. قمنا بأداء واجبنا وبنشر العلم. الآن نبدأ في اقتباس جميل: إذا بدأت بعمل فأتقنه، أي العمل الجديد. ونحن بدأنا في سلسلة جديدة، أتمنى بأن كانت مفيدة لكم ومصدر علم لكم، وقد أدينا واجبنا، وشكرا لكم أيضا للإسماع والمشاهدة. اليوم كل ما سوف نتعلمه طريقة رؤية الملف الشيل أو الباش أو ZSH، أو نقوم في عمل إيكو شيل كما تعلمناه في السابق في المحاضرات السابقة. شيل إنتر. الآن بين باش، عندما نقوم في الذهاب إلى CD إلى سلاش بين أو مكتبة LS فقط سلاش بين، سوف نرى الملف بين يحتوي على الملفات جميعها، منها الباش ومنها ZSH كما تشاهدون وغيرها من الملفات. هنا الآن نقوم في عمل استهداف كريب باش، مثلا باش. هنا الآن قام بإخراج لنا الباش، نقوم بإخراج مثلا ملف الشيل. هنا ملف الشيل بأنواعه، ملف الشيل بأنواعه كما تشاهدون. الآن ملف الشيل هنا الشيل باي شيل كما تشاهدون. الملفات الشيل عندما نقوم في تكرار ال SH، هنا أيضا الشيل كما تشاهدون ZSH وإلى آخره. الباش من الذين متواجد وكافة الملفات أيضا. وهنا الملف هذا اللي قمنا بإخراجه، الملف SH. والآن سوف نقوم بقراءة الملفات عبر VI أو محرر النصوص. نستهدف ملف ZSH هذا الملف، أو مثلا الباش وإلى آخره كما تشاهدون، لأن الملف عبارة عن رموز يخرجها كذا. عندما نذهب إلى مثلا الجيني أو أي محرر نصوص، مثلا الآن نقوم في فتح البارود أو ماي كمبيوتر، نذهب إلى السيستم البين، ثم الآن نرى الملفات هنا جميعها، الملفات الخاصة في ترجمة الأوامر أو إخراج الأوامر عبر لوحة الأوامر الترمينال. كما تشاهدون هذه كافة الملفات مكتوبة في لغات مختلفة. الآن مثلا الملف نواد ملف ZSH هنا، طبعا كل ملف يختلف عن ملف آخر، فيه خصائص وأشياء أخرى، خصائص وأوامر أخرى هكذا. الآن ملف ZSH كما تشاهدون هذه البنية باينري لي وكاونت وثم لآخره. هنا متكون، وهنا الحقوق الطبع، ومن متى تأسس أو الفري سوفتوير كما تشاهدون، وتحت رخصة جنو هنا فري سوفتوير. والأوامر هنا قد كتبت في لغة البايثون كما تشاهدون هذه الأوامر والملفات الأخرى. والآن نودعكم وشكرا لكم للمشاهدة ومتابعة السلسلة. تأخرت معنا هذه الحلقة جدا، أصبحت طويلة وهي 5 دقائق. مع السلامة، نلقاكم في المستقبل في سلسلة جديدة إن شاء الله مع رواد ومخترعين أدوات المستقبل إن شاء الله، أي مع المشاهدين. وأيضا أحب أن أتشارك معكم فيديو يوضح الفرق بين الترمينال والشيل الذي تكلمنا عنه الآن، وشكرا لكم.